هذه شجرة الشوع من إنتاج المشتل المربعات الخضراء. هذه شجرة الشوع من الأشجار العمانية من إنتاج مشتل المربعات الخضراء. ونفس الشيء المشتل ينتج أشجار الراك، شجرة الراك من الأشجار العمانية اللي شجرة المسواك من إنتاج مشتل المربعات الخضراء. وننتج أشجار الشريش أشجار الحنة من إنتاج مشتل المربعات الخضراء. وأيضا ننتج أشجار المورينجا بكمية كبيرة، ننتج أشجار المورينجا. وأيضا ننتج أشجار اللمبق، أشجار اللمبق من الأشجار العمانية. وأحاول أحياها من جديد لأن من الأشجار الغير متوفرة في السوق أشجار اللمبق. أنتجها عن طريق البذور أشجار اللمبق. أنتجت ما يقارب 2000 شتلة من شجرة اللمبق. وهي مطلوبة جدا في السوق نظرا بتحملها للحرارة وتحملها الملوحة والعطش شجرة اللمبق. وننتج أيضا عدة أشجار عمانية. شكرا، معاكم محمد راشدي مشتل مربعات الخضراء.